محمد صلاح كده ان شاء الله باذن الله يتألق ان شاء الله. امبارح جاب جون وباذن الله يعني باذن الله يعني رمضان صبحي ان شاء الله كده يشرفنا، وبرده ان شاء الله يأدي برده الدوري الانجليزي دوري صعب برده، بس ان شاء الله برده هو يأدي يعمل اللي عليه بقى الله ان شاء الله. رمضان صبحي لاعب محترف جدا وعنده باور وعنده قوه وان شاء الله عنده طموح كبير وان شاء الله يحققه. محمود كهربا انتبه في الدوري السعودي لعب اسبوعين كويس جدا، منهم اول اسبوع جاب في الاسبوع الاول جاب هدف ومقدم يعني ماتش جميل جدا وعامل اسيست، والاسبوع الثاني برده فريقه كسب 3-2 وقدم مباراه جيده جدا وبقى رأي الجمهور هو نجم الماتش او نجم الماتشين كمان. احمد المحمدي ورمضان صبحي وعلى راسهم طبعا محمد صلاح، انما النني ممكن ما ياخدش فرصته قوي من كتر اللعيبه اللي في نص الملعب في الارسنال، وبالتالي ان الماتش اللي فات كان هو احتياطي يعني. رمضان صبحي طبعا من الناس المميزه في مصر وموهوب من طراز ابو تريكه، فلعيب كويس ان شاء الله نتوقع له باذن الله مستقبل كويس هناك وينجح، وان شاء الله ستار ستوك سيجن دي ان شاء الله محطه ليه لاوروبا اسبانيا ان شاء الله باذن الله يعني. محمد صلاح هو اهم لاعب في روما دلوقتي، هداف الفريق الموسم اللي فات، النني بيلعب احسن هاف ديفندر في ارسنال دلوقتي، رمضان صبحي ان شاء الله هيقدم حاجه كويسه مع ستوك سيتي، في تريزيجيه في اندرلخت برضو، عمرو ورده واحمد حسن كوكا في ريو افي، وكهربا وعبد الشافي في الدوري السعودي هيقدموا شغل حلو ان شاء الله على نكسب غانا. هو السنه دي في كتير يعني، بدايه من رمضان صبحي اول 7 دقايق نزلهم قدام مان سيتي كان عامل ماتش جامد قوي وتحركات كويس وكان بيلعب كويس وما عندوش رهبه. تاني حاجه هيبقى المحمدي ما طلع مع هال سيتي السنه دي بادين الدوري جامد وبادين اهم ماتشين خدوا 6 نقط ودي ما حصلتش من ساعه ما لعبوا في الدوري الانجليزي. وعمر جابر طبعا مع بازل هيفرق جامد جدا، والنني ان شاء الله هيفرق، ومحمد صلاح السنه دي بادئ الماتش امبارح بجون ان شاء الله يبقى هداف روما السنه دي. فان عندنا متالقين كتير مش عايز انسى حد يعني، بس كتير ان شاء الله.